النصائح اللي لازم نتبعها بعد تبييض الأسنان سواء كان المنزلي أو التبييض الليزري. بالدرجة الأولى لازم نبتعد عن المشروبات اللي بتسبب تصبغ الأسنان كالقهوة أو الشاي وغيرها من المشروبات اللي بتحتوي على مواد مصبغة بتتراكم على سطوح الأسنان الخارجية وبالتالي بتأثر على لون الأسنان. أيضا لازم نحافظ على نظافة الأسنان 2 لـ3 مرات يوميا والتأكيد على التفريش خاصة بالمعجون اللي بتحتوي على مواد مبيضة فعالة بإزالة طبقة اللويحة وإزالة التصبغات الموجودة على سطح الأسنان.